واثق تماما انه راح يبيعنا اياها ب 80,000. كوبركي عرفنا؟ مستحيل يعرفنا. اهلا وسهلا، عجبكم شيء؟ ايه عجبنا، عجبتنا هي الاوضه. ونعم الاختيار، هذا الموديل اسمه الاحلام ودارج كثير بهالايام. وقد ايه سعرها ترى؟ الكن ب 120,000. 120,000؟ ايه نعم، ب 120,000، ولا تسامحوني بفرنك اذا ربحت عليكم اكثر من 5,000 ورا. هلا واخر كلمه يا مو، تقبرني بقديش؟ هي اخر كلمه مدام، لحنا باذن الله ما بنحكي غير كلمه واحده بس. بس انا كان فكري غير هيك منو. شو فكرك استاذ؟ يعني شغلة 80,000؟ لا والله يا عمي ما بتوفي معي هيك، بس اذا بدك ب 80,000 في عندي غيرها. لا تشكل قاسي، نحن ما بدنا غيرها، بدنا هي ب 120,000، ما بينقصوا فرنك واحد، والتحميل عليكم. يعني معقولة غليت من امبارح لليوم؟ شو قصدك؟ قصدي امبارح في جماعة اصحابنا شافوا عندك هالغرفة بالذات وطلبت فيها حضرتك 100,000، بقى شلون هلا عم تطلب فيها 120,000؟ غريبة يعني. مزبوط الكلام، امبارح فعلا كان حقها 100,000، بس اليوم غليت. ها وشو يلي غلاها 20,000 بيوم واحد؟ الفنان سعيد سلامي. سعيد سلامي؟ ايه نعم، امبارح كان عندي هون هو ومدامته وعجبته الغرفة ووصاني على وحده مثلها، ولما دري النجار انه الغرفه رح تنباع لفنان كبير ومعروف رفع سعرها 20,000 ليره. اما بالنسبه لي الله وكيلكم مو جايني شيء. لك يضرب سعيد سلامه وتضرب هديك الساعه يلي صار فيها ممثل مشهور، وهالكلام على مسؤوليتي، واذا شفت قول له هالشيء على لساني. اخي لا بدي اقول له ولا يقول لي، انا كل ما هنالك حسب السوق بسوق. لك انه بس بدي افهم ليش بعض الناس بيطمعوا بالمشاهير وبتشط ريالتهم لما بيتعاملوا معهم، ولك بيطمعوا بالسياسي المرموق والدكتور الناجح والمحامي الفالح والفنان الكادح، حتى بالسائح الاجنبي والزائر الخليجي بيطمعوا وبيحبوا يقنصوهم انص. لقوا كل واحد منهم له تسعيره عندهم. اي والله شغله ما شفناها ببلاد برا، شفناها ببلاد برا لما كنا هنيك. أعوذ بالله، ما شفناها. لا ما شفناها، لأنه الناس إن كانوا أغنياء ولا فقراء، مشهورين ولا مغمورين، كلهم سواسية قدام الأسعار، ومربح البايع منهم واحد إن كانوا أغنياء ولا فقراء ولا مشهورين ولا مغمورين. يو تقبرني. إلا نحن الأريضة تقرضنا إلهي، لكن الأريضة تقرضنا. شبنا راكبنا الطمع وعاملنا الجشع، ما كنت أعرف. إني كنت أعرف، ما كنت أعرف. عفوا يا أخ، ليش حضرتك شو بتشتغل؟ شو بيشتغل؟ أنا الفنان سعيد سلامة، عرفتني عمو؟ عرفك لكن ما عرفك، وبكرة كمان رح تغلى 20,000 كمان. مو فارقة معه، ما عنده كبير إلا الجمال.